كانت تبحر من العراق إلى أثينا بسلام، لكنها لم تسلم من قبضة جماعة الحوثي الإرهابية. ناقلة المنتجات النفطية سونيون التي ترفع علم اليونان جنحت في البحر الأحمر وفقدت القدرة على الإبحار جراء تعرضها لهجوم حوثي يعتبر الأخطر في البحر الأحمر منذ شهرين. وفقاً لبيان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فقد هاجم مسلحون الناقلة التي كان على متنها طاقم مكون من 25 فرداً باستخدام قوارب صغيرة، وشرعوا في إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة قبل أن يكثف الهجوم بإطلاق 4 صواريخ عليها. هجمات ميليشيات الحوثي ضد السفن التجارية قد شهدت تراجعاً في الآونة الأخيرة، مما يثير التساؤلات حول التخطيط الدقيق وراء هذه العملية الجديدة. يعتقد خبراء عسكريون أن الهجوم جاء رداً على العمليات العسكرية الدولية الأخيرة المتركزة بشكل أكبر على مديرية الصليف، إذ يعد موقعها الجغرافي المطل على مياه البحر الأحمر مركزاً اقتصادياً لاحتوائه على مينائي الصليف الاستراتيجي الطبيعي ورأس عيسى النفطي. من ناحية أخرى، يرى محللون سياسيون أن موعد هذا الهجوم جاء في وقت حاسم من محادثات الهدنة في غزة لجذب انتباه المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار على حساب الناقلة اليونانية.